عودة لأحمد عزام، مرحبا بك من جديد أستاذ أحمد. كنت سألتك عن التضخم، هل سنستمع نشاط بيانات التضخم؟ هي كانت في البيانات الأخيرة ربما سجلت انخفاض، لكن ما تزال مرتفعة بالنسبة للفيدرالي، وما زال الفيدرالي يرفع الفائدة. مساء الخير مرة أخرى، شكرا للاستضافة. مساء نعم، عندما ننظر إلى أرقام التضخم في الفترة الماضية في الولايات المتحدة الأمريكية تحديدا منذ عام، نعم قد انخفضت أو تباطأ أرقام التضخم منذ الذروة 9.1% إلى ما يقارب 3%. نعم، كل الأعين كل الأنظار إلى يوم الخميس إلى قراءة مؤشر أسعار المستهلكين، قراءة التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية. من المتوقع أن تسجل بعض التقدم، بعض الارتفاعات إلى 3.3%. على ما أعتقد تلك الارتفاعات قد تكون مبررة اقتصاديا جراء الأرقام الاقتصادية الأخيرة في الولايات المتحدة الأمريكية آخرها يوم الجمعة من سوق العمل. نعم، أرقام الأجور في الولايات المتحدة الأمريكية قد سجلت ارتفاعات على أساس سنوي إلى ما يقارب 4.4%، وهي قياس قد يعطي بعض الضغوط التضخمية. نعم، هو مؤشر متأخر على الاقتصاد بعض الشيء، لكن ينظر إليه ويؤخذ بعين الاعتبار أيضا. عندما ننظر إلى أرقام النمو، أرقام النمو قد سجلت بعض الارتفاعات في الولايات المتحدة الأمريكية عندما يقارب 2%، وهي إشارة أخرى إلى إمكانية عودة ارتفاع أرقام التضخم. الإشارة الأخيرة هي أرقام وأسعار النفط. أسعار النفط قد سجلت ارتفاعات ما يقارب 15% في الشهر الماضي، فبالتالي عند حساب مكونات أرقام التضخم، بالتالي اقتصاديا إحصائيا رياضيا قد تسجل أرقام التضخم بعض الارتفاعات في الولايات المتحدة الأمريكية بين 3.3%، ولما لا أن تكون أكثر من ذلك. انعكاس أرقام التضخم قد يكون مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، هو أساس أيضا لتحركات الفدرالي الأمريكي في الفترة القادمة. أسعار المستهلكين الأساسية التي تستثني الغذاء والطاقة لا تزال تدل على أن التضخم قد يكون راسخ اقتصاديا، قد يكون عالق بعض الشيء اقتصاديا بالنظر إلى المكونات الاقتصادية. 5.5% لا تزال تعتبر أرقام مرتفعة، انخفضت قليلا من ذروة أرقام الأساسية بالنسبة لأرقام التضخم، فبالتالي تحركات الفدرالي الأمريكي قد تكون مدعومة بعض الشيء من أرقام التضخم، فيما لو جاءت أرقام التضخم ضمن إشارات ارتفاع، على ما أعتقد قد يكون هناك بعض الشيء للإشارة إلى إمكانية رفع أسعار الفائدة في الفترة القادمة. سوق العمل يوم الجمعة كان قد سجل بعض التراجعات، بعض التباطؤ، هي إشارة كانت من أعضاء الفدرالي الأمريكي بوستيك غوسبي أن هناك غير الحاجة لعمليات رفع أسعار الفائدة، لكن اليوم بومر كانت قد ذكرت بأن إمكانية رفع أسعار الفائدة تعطينا إشارة بأن انقسام لجنة الفدرالي الأمريكي بين التصويت لعمليات رفع أسعار الفائدة ولا رفع قد تكون واردة في الاجتماع القادم. هي كما ذكرها جيروم باول رئيس الفدرالي الأمريكي في الاجتماع الأخير أن التوجهات لعمليات رفع أسعار الفائدة قد تكون بناء على الأرقام الاقتصادية، فقد تكون هي تداولات اللحظة، إشارات اللحظة للبيانات الاقتصادية، فيما لو جاءت أرقام التضخم بشكل أعلى، على ما أعتقد أن الفدرالي الأمريكي قد يتجه لعمليات رفع أسعار الفائدة. ختاما بالنسبة لسؤال التضخم، قد يكون عوائد السندات وتذبذبها في الفترة الأخيرة هي إشارة من حيرة المستثمرين، حيرة أعضاء الفدرالي الأمريكي، لأن التوجه قد يكون لعمليات رفع أسعار فائدة أو لا. احتمالية رفع أسعار الفائدة لمرة في شهر سبتمبر أو نوفمبر على ما أعتقد أنها على طاولة الفدرالي الأمريكي، فيما لو جاءت بيانات اقتصادية بشكل أعلى مما تتوقع الاقتصاد، وهذا ما أتوقعه بالنسبة للاتجاهات الصقورية أو النبرة الصقورية في الفترة القادمة. الاستراتيجية التي اتخذها البنك الفدرالي كيف من الممكن أن نقيمها أو نقيمها؟ ثانيا، المستهدف هو 3% على ما أعتقد، هل هي يعني بإمكان الفيدرالي ربما بخلال رفعات متتالية قياسا بالذي ذكرته أستاذ أحمد أن يصل فعلا إلى المستهدف في وقت قصير؟ أستاذ أحمد؟ أستاذ أحمد سامعني؟ نعم، توجهات الفدرالي الأمريكي في الفترة الماضية كانت لعمليات رفع أسعار الفائدة، إشارات لعمليات رفع أسعار الفائدة بشكل متتالي في الفترة الماضية، قد أسماها البعض أنها الأكثر عدوانية بدورة تجديد السياسة النقدية في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية. نعم، عندما ننظر إلى النتائج، فالنتائج قد تكون مرضية بعض الشيء بانخفاض التضخم، بتباطؤات التضخم في الفترة الماضية، انخفاضات تباطؤ متتالي ل 12 شهر متتالي،
قد يسميها بعض الاقتصاديين بانها قد تكون انجاز لمهمه الفيدرالي الامريكي، لكن على ما اعتقد ان جيروم باول قد اشار قبل 6 أشهر بان ارقام التضخم تحديدا فيما لو جاءت متسارعه هبوطيا قد تكون اشاره مخيفه اقتصاديا، هي عدم الثبات التضخم، عدم استدامه ارقام التضخم في الفتره القادمه على الثبات على ارقام متدنيه. هنا ما يخيف بعض الشيء. النمو كان قد سجل بعض الانخفاضات وهو ما أراد الفدرالي الأمريكي بكل تأكيد. الانفاق الاستهلاكي الشخصي لا يزال عند مستويات ثابتة، فلذلك على ما أعتقد عند التقييم لأداء الفدرالي الأمريكي قد يكون جيد بعض الشيء، محاولة كبح جماح التضخم، لكن المعطيات الاقتصادية الأخرى قد تكون مخيفة بعض الشيء لعودة ارتفاعات التضخم في الفترة القادمة، فبالتالي قد تكون نهاية العام الحالي هي الإشارة الأكبر لنجاح الفدرالي الأمريكي أو إخفاقه على ما أعتقد. طيب، يبدو أنه يوجد هناك تأخير بالصوت لكي يصل إليك أستاذ أحمد، لكن على كل حال هي مشكلة اتصالات. أريد أن أسأل عن الركود، لم يعد أحد يتحدث عن الركود في الآونة الأخيرة، هل دخلنا فعلا في ركود وما هي المخاطر المترتبة على الشركات أو حتى على الأفراد؟ نعم، عند النظر إلى مرحلة الركود في الفترة الماضية كانت متفاوتة بين التوقعات في شبح ركود قادم وبين اللا ركود. نفس الفدرالي الأمريكي كان قد تقلب بين عمليات التوقعات للركود في الفترة الماضية، بداية مع ركود ثم قلص إمكانية الركود إلى ركود متوسط كما أسماه ميلد ريسيشن، ثم ذكر في النهاية اللا ركود، أن لن يكون هناك مرحلة ركود في الولايات المتحدة الأمريكية. لكن عندما ننظر إلى الأرقام الاقتصادية، نعم النمو لا يزال يسجل أرقام إيجابية في الفترة الأخيرة، لكن المخاوف هنا أن تعود ارتفاعات أرقام التضخم وتجبر الفدرالي الأمريكي على بقاء أسعار الفائدة المرتفعة إلى منتصف عام 2024 أم لا. فيما يخص الاتحاد الأوروبي، على ما أعتقد قاب قوسين أو أدنى من دخول مرحلة الركود، خاصة عندما ننظر إلى المؤشرات الأخرى. مؤشر مديرية المشتريات التصنيع على سبيل المثال يسجل انكماش لفترة طويلة زمنيا. ألمانيا دولة التصنيع على سبيل المثال تسجل انكماشات في مؤشر مديرية المشتريات التصنيعي، فلذلك مرحلة الركود في الاتحاد الأوروبي قد تكون هي أقرب من الولايات المتحدة الأمريكية. طبعا المملكة المتحدة هي قاب قوسين أو أدنى أيضا من مرحلة الركود، عندما ننظر إلى المعطيات الاقتصادية فهي المنطقة الأصعب عندما ننظر لها اقتصاديا بالنسبة للأرقام الاقتصادية، خاصة عندما ننظر إلى أرقام التضخم لا تزال مرتفعة كل الارتفاع بعيدة عن المستهدفات المحددة من قبل بنك بريطانيا ما يقارب 7% حاليا، لذلك هي بعيدة. مضطر بنك انجلترا لعمليات رفع اسعار الفائده في الفتره القادمه، مما قد يدخل المملكه المتحده في مرحله ركود في الاقتصاد. فترتيب التسلسل الهرمي على ما اعتقد المملكه المتحده ثم الاتحاد الاوروبي الولايات المتحده الامريكيه، لا يمكن اغلاق الولايات المتحده الامريكيه او الركود في الولايات المتحده الامريكيه حاليا، خاصه بعد تصنيف وكاله فيتش وهو تخفيض التصنيف الائتماني. ذكر في طيات التقرير بأن إمكانية ضعف النمو في الفترة القادمة واردة، فبالتالي انعكاسه على مرحلة الركود قد تكون واردة. عندما ننظر أيضا فنيا، فمنحنى عوائد السندات يسجل انقلاب في منحنى عوائد السندات عامين لأجل 10 أعوام انقلاب في منحنى العوائد، فهي إشارة فنية قد تكون بعض الشيء لإمكانية دخول مرحلة الركود. لذلك لا أعتقد أن ملف الركود في الولايات المتحدة الأمريكية قد تم إغلاقه، لا، بل على الفدرالي الأمريكي متابعته في الفترة القادمة، والفدرالي الأمريكي دائما ما كان يصحح توقعاته، وعلى الأقل كان كثيرا ما يخطئ بالنسبة للتضخم بالنسبة للركود في الفترات الماضية. بالنسبة لاجتماع الأخير لأوبيك بلس، السعودية وروسيا حافظتا على سياسة خفض الإنتاج، إلى متى ستستمر هذه الاستراتيجية بالنسبة لدول التحالف أوبيك بلس؟ وأيضا كيف يؤثر خفض الإنتاج ربما على التضخم، كيف يؤثر؟ نعم، عندما ننظر إلى القرار الأخير تمديد عملية الخفض الطوعي من المملكة العربية السعودية وروسيا في الفترة الماضية،
التخطيط الى شهر سبتمبر، لكن على ما اعتقد بناء على العرض والطلب نفاذ المخزون في الفتره الماضيه قد تكون هي اشارات على ما اعتقد لتمديد التخفيض الطوعي حتى نهايه العام، هي اشاره قد تكون نفسيه اكثر من اشاره على العرض والطلب، اشاره نفسيه اقصد هنا لمحاوله توجيه ان منظمه اوبك قادره على التدخل في الاسواق لمحاوله استقرار الاسعار، وهو ما اعتقد نجح فيه في الفتره الماضيه، الاستقرار السعري لخام غاب تكساس عند مستويات 66 ثم الارتدادات الصعودية في الفترة الماضية، فهي قادرة أو حتى على الأقل قد نجحت في الاستقرار السعري. عندما ننظر إلى المعطيات الأخرى، المخزون الاستراتيجي على سبيل المثال في الولايات المتحدة الأمريكية لم يتم تعبئته في الفترة الماضية، على عكس ما ذكرت إدارة بايدن بأنها تتجه لتعبئة المخزون الاستراتيجي، قد تعطينا بعض الإشارات أن الاستقرار السعري قد يدفع الأسعار إيجابا بالنسبة لأسعار النفط، وهو ما قد يكون له آثار عكسية لارتفاعات أرقام التضخم في الفترة الماضية، كما كنت قد نوهت قبل قليل بأن النفط هي واحدة من مكونات مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي بالنسبة لأرقام التضخم، فبالتالي ارتفاع أرقام التضخم هي ارتفاع في أحد مكونات السلة، فبالتالي قد يدفع أرقام التضخم ارتفاعا على ما أعتقد. طيب، هناك اجتماع لأوبك، ليس أوبك عفوا، أريد أن أسأل عن اجتماع بريكس القادم هذا الشهر، هل ينجح هذا الاجتماع؟ وروجوا لهذا الاجتماع بأنه سيكون مصيريا وسيتم بناء عليه يعني مجموعة مقررات من بينها طرح عملة جديدة تكون مبنية أو معتمدة على الذهب، هل تنجح دول بريكس فعلا في خلق تكتل اقتصادي يكون منافسا للأسواق الأوروبية ويكون منافسا للأسواق الأمريكية؟ يعني بشكل عام مجموعة بريكس تنافس مجموعة السبع الكبار. نعم، عندما ننظر إلى مجموعة بريكس هي كانت إشارة كانت موجودة منذ عام 2009، إشارة قد تم تأخيرها مع مرور الوقت بسبب الأزمات الاقتصادية. ممكن أن طبعا بكل تأكيد ممكن أن ننظر لها لأنها تكتل قد يكون منافس للاتحاد الأوروبي من ناحية، من ناحية أخرى منافس لمجموعة السبع. نعم، عندما ننظر بكل تأكيد ديموغرافيا بكل بساطة هي الدول، تجمعات الدول قد تكون نصف سكان العالم، فبكل تأكيد عندما ننظر إلى نصف سكان العالم فهو حجم كبير جدا اقتصاديا. نعم، عندما ننظر لها بهذه الطريقة فعلى ما أعتقد مجموعة البريكس قد تكون مهمة جدا في الفترات القادمة اقتصاديا لترتيب التسلسل الهرمي اقتصاديا، لما لا أن يكون هناك بعض الترتيبات للتعاملات التجارية مع الدول الصديقة، وكما كانت قد ذكرت روسيا في الفترة الماضية أن هناك عديد من الدول قد طلبت الانضمام إلى هذا التكتل، فلما لا أن يكون تكتل ناجح في الفترة القادمة على غرار على ما أعتقد الاتحاد الأوروبي سابقا. طيب، أريد أن أشكرك جزيل الشكر الأستاذ أحمد عزام، محلل أول لأسواق المال في إكويتي، كنت ضيفي في هذا